موزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. وشنو ما ممكن النقاط اللي ما زلت تطلب مزيد النقاش؟ احنا والحاجة في حركة نهضة ما زلنا ما حسبناش المشاركة، معناه الأصل هو المشاركة، عندنا شروط هذه يقع النظر فيها مع سيد رئيس الحكومة المكلف، وإحنا باستمرار على ذمة تونس وفي خدمة التونسيين، وإن شاء الله فما كان الخير. نقول هذا اليوم اليوم تقدمت وثيقة عمل، إحنا مع الحكومة المضيقة معناها ومع النجاعة ومع أنه يكون فما معناها إجراءات عاجلة اللي بالخصوص تكون مركزة على القدرة الشرائية متاع المواطنين، على حفظ الأمن. وتوانسة اليوم ولو متقلقين فيما يتعلق بالأمن، يلزم إعادة الطمأنينة للتونسيين، وكذلك يلزم بناء ثقة بين السلطة وبين المواطنين. مهم أن يكون فما حسن إدارة للمنظومة متاع الحكم بين بارد والقصبة وقرطاج. وتحدثنا أيضا على ضرورة معناها أن يكون فما إصلاحات كبرى، سواء على مستوى طريقة الاشتغال متاع هياكل الدولة، على مستوى الرقمنة، إصلاح التعليم، إصلاح الصحة. احنا تعرفوها الوثيقة متاع برنامجنا في حركة النهضة، قدمنا العناصر متاعها وفما عديد نقاط الالتقاء، سواء مع الوثيقة اللي قدمها الفريق متاع السيد رئيس الحكومة المكلف أو مع الأحزاب الأخرى اللي حضروا معنا في هذا الاجتماع. في الخطوط العريضة للملامح إجراءات في الإجراءات تاع الأولويات، وفما أيضا بعد ذلك الآليات متاع الاشتغال داخل الحكومة باش يكون فما أكثر نجاعة، ثم أيضا طريقة الهيكلة متاع الحزام السياسي اللي مش يكون يقوم بالإسناد متاع الحكومة. نعم، بالحزام السياسي بالنسبة لقلب تونس، يعني حضوركم اليوم هل يؤكد أن تم التخلي عن موقف النهضة البارح في أنه بين ظفرين تصر على احنا الموقف اللي تاخذه مجلس الشورى؟ ذاك الموقف تاع حركة النهضة إلى أن يقع علان غيره، ذاك موقفنا حاليا. واليوم تعرفوا في حركة نهضة باستمرار احنا الهدف تاعنا هو البناء، ويكون فما معناها تفاعل ايجابي. احضرنا اليوم في المرحلة الثانية من عمل رئيس الحكومة المكلف اللي يتعلق بهيكلة الحكومة وبرنامجها والاولويات متاعها، هذا ما ينفيش الاخر، ولكن بالنسبة لموقفنا يتطلب انه يكون معناها حل لهذا الامر من جانب رئيس الحكومة المكلف، وبعد ذلك تفاعلنا إن شاء الله يكون إيجابي على مستوى حركة نهضة. ما لحد الآن موقفنا هو الموقف اللي تأخذه مجلس الشورى في دورته 37. عدم مشاركة ائتلاف الكرامة اليوم في المشاورات وتحافظوا على مشاركة تحية تونس، أنتم كيفاش تشوفوه كحركة النهضة تحكي على حزام سياسي أوسع؟ احنا موقفنا أنه يلزم يكون فما اشتغال على توسيع الحزام السياسي أكثر ما يمكن. إذا كان فما أي طرف يختار هو أنه ما يشاركش، نحترم ذلك الموقف.